وفوزه بالخماسية عبر تاريخه. عرضنا السداسيات، عرضنا الرباعيات، النهاردة هنعرض الخماسيات. الأهلي عدد مرات الفوز بخماسية وصلت للرقم 89. وصلت للرقم 89. الدوري العام المصري فيه 42 هدف، كاس مصر 25، دوري منطقة القاهرة 11، دوري أبطال إفريقيا 5، كاس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في مسماها القديم 3، كاس السلطان حسين 1، كاس الجمهورية العربية المتحدة 1، البطولات العربية 1. الأهلي يفوز بالخمسة 89 مرة، 5-0 اتكررت 50 مرة، 5-0 اتكررت 50 مرة، 5-1 اتكررت 27 مرة، 5-2 11 مرة، 5-3 اتكررت مرة وحيدة. اللي فاز عليها الأهلي بقى بالخمسة عندك الترسانة ودمياط، ترسانة 9 مرات، دمياط 7، الأولمبي 6، الاتحاد السكندري 5، السكة الحديد 5، المقاولين العرب 4، الزمالك 3 مرات، فاز الأهلي بخمسية على الزمالك 3 مرات، المصري 3، المنيا 3، البوليس 3، وطنطا 3، والترام 3. مجموعة بقى من الانتصارات في البطولات الأفريقية سنة 81 و82 و83، دوري أبطال الدوري، أبطال الدوري وأبطال الكؤوس، وأبطال الدوري مرة تانية، وأبطال الكؤوس، وأبطال الكؤوس، ودوري أبطال أفريقيا. سان آخر حاجة إيه؟ سان ميشيل دا سيشيل، بخماسية كانت هنا، أهداف كانت تقريباً اللي لم تخني الذاكرة، كان في هادي خشبة وسيشيل وخالد بيبو تقريباً، وهي جزيرة حلوة أوي الصراحة. أوكي. الأهلي فاز على الزمالك، كتير ما يعرفش المعلومة ديت، كتير ما يعرفش المعلومة دي. الأهلي فاز على الزمالك يوم 8 يناير سنة 37 5-1، 5-1 في كأس مصر، في 8 يناير سنة، أو دوري منطقة القاهرة، آسف، دوري منطقة القاهرة 8 يناير 37 5-1. الأهداف كانت للكسار هدفين، وعبد الكريم صقر اسم معروف جدا جدا طبعا في عالم كرة القدم 3 أهداف. كأس مصر بقى سنة 37 في نفس السنة 30 مايو 5-0، عبد الكريم صقر أحرز برضو 3 أهداف. يعني عبد الكريم صقر في أربع شهور و22 يوم أحرز 6 أهداف في الزمالك، 5-1 و5-0 سنة 37. وبعد كده حسين حمدي أحرز هدف، ولبيب كان أحرز هدف. على فكرة المباراة التانية اللي هي 5-0 ديت، دي كانت اتعادت للمرة التالتة سنة 37 لما كانوا بيلعبوا في الكاس، كان لما المباراة انتهت بالتعادل 0-0، 1-1، 2-2، ما كانش بيروحوا لوقت إضافي، يعني مثلا ربع ساعة وربع ساعة، كانوا بيعيدوا المباراة. المباراة دي اتعادت سنة 37، 30 مايو سنة 37، دي كانت المرة التالتة. أول مرتين الأهلي اتعادل مع الزمالك، يعني أول مرة الأهلي اتعادل، وبعدين اتعادلت المباراة، الأهلي اتعادل تاني مع الزمالك، وبعدين في المرة التالتة اللي أعيدت فيها اللقاء الأهلي كسب الزمالك 5-0. في دوري منطقة القاهرة 25 فبراير سنة 38 الأهلي بيفوز على الزمالك 5-1. الأهداف لصالح الصواف هدفين أو هدف، ومختار التتش أحرز هدفين، والعشري وجميل صابر أحرز هدف. دول كانت خماسيات الأهلي في مرمى الزمالك. مهم جدا إن أنتوا تبقوا عارفين التاريخ ده، مهم جدا جدا.